إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مشاهدينا ومتتبعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مرحبا بكم في قناتكم قناة القضية، قناة القضية اللي غنتناولوا خلالها مجموعة من المحاور وأيضا مجموعة من الفقرات في مجالات مختلفة الثقافية، السياسية، الفنية، الأدبية، الاجتماعية أيضا. وأيضا سوف يكون لنا لقاء مع الفقرة الرئيسية، الفقرة المعنونة تحت عنوان قصص للعبرة، واللي حاولنا أننا نستقيها من الرواية السيرة الذاتية التي تم تأليفها داخل المؤسسة السجنية، والتي عنونت تحت بعنوان يوميات سجين. كل حلقة من الحلقات غادي يكون لنا لقاء مع واقعة معينة، مع فعل معين اللي كان هو السبب لدخول هاد الناس للمؤسسة السجنية. الهدف ديالنا من خلال هذه القصص اللي هي قصص للعبرة فقط، ماشي الخوض في التحقيق البوليسي او الخوض في التحقيق القضائي ولا حتى التشهير او اثارة الانتباه. حنا ما كنذكروش الاسماء ديال الناس الحقيقية، ثم اننا ما كنذكروش الاماكن اللي وقعت فيها هاد الوقائع. الهدف ديالنا فقط هو اننا نطلعكم على هاد القصص من اجل العبرة والعبرة فقط. انتظرونا قريبا مع مجموعة فقرات، نتمنى ان تكون عند حسن ظنكم. دامت لكم الافراح والمسرات، وكل دقيقة كل ثانية، وانتم بألف ألف خير.